بمناسبة انتهاء الفصل الأول من عام الدراسي 2018-2019 قمنا بهذا الحفل، حفل تكريم للطلاب المتفوقين والطلاب الناجحين، حيث تم تقديم عدة فقرات في منها إلقاء كلمات ومنها مسرحية حاكت الواقع وما تعرض له الأطفال من قصف ودمار من قبل هذا النظام. كما قام بعض الطالبات بنشاطات ورقصات على أغاني ثورية. أسأل الله تعالى أن يتمم هذا الحفل وهذا هذا الفرح علينا في أعوام وأعوام إن شاء الله تعالى قادمة. أراهم مدى عمري فكل قصيدة أغني قوافيها التي تشتهى هم. الطالب محمد أسامة النجار، الزميل الأستاذ أحمد الحسين. على الفرج العالي وفي الخيالي وجوب تلالي وشمسي خلالي.